مساء الخير عليكم جميعا، وكل سنة وحضراتكم طيبين. نسمع كده كتير كلمة الاقتصاد والتضخم وخلافه من الأرقام بقى، وحاجات كده ايه صعبة علينا كلنا يعني ان احنا ايه نفهمها. طيب احنا عاوزين نتكلم في نقط مهمة، ننتقل من دي نشوف توجهات الدولة وأفكارها لدعم رجال الأعمال والشركات الناشئة ورواد الأعمال. النهاردة كان في اجتماع مهم جدا، يعني اقدر اقول عليه ان هو ابتدى يحدث طفره في الخريطه، خريطه الشركات ورواد الاعمال القادمه يعني. وانا شايف ان دي نقطه ايجابيه كنا لازم نتكلم فيها. تابع النهارده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وكمان وزير الاتصالات. طيب الكلام كده، الرئيس وجه في الاجتماع ده تقريبا بخمس توجيهات في غايه الاهميه، انا حابب كده اتكلم معاكم فيها، هتشجع ناس كتير على فتح شركات والاستثمار وازاله معوقات والحاجات دي. طبعا ننتظر طبعا من الحكومه الفتره الجايه توضح بشكل اكتر وتخرج نور بشكل اكتر، ولكن كانت توجيهات في غايه الاهميه جدا. التوجيه الاول اللي هو قال لك هنعمل اختار، يعني تقدر تنشئ شركه عن طريق الاختار الرقمي، عن طريق منصه كده بيعملوها او لسه تحت الانشاء يعني، او التنفيذ هتتعمل، هتخرج طبعا ويتم الان انا اعتقد في الايام اللي جايه. ودي هتساعد كتير، انا بدل ما اروح بقى للكيان الفلاني او الهيئه الفلانيه او الوزاره الفلانيه عشان اخلص ورق والكلام ده، لا دلوقتي بقى هيبقى عن طريق المنصه، ادخل بياناتي، نوع الشركه اللي انا عاوزها وهكذا. كان هنا المنصه دي اعتقد هتزيل كل المعوقات امام الشركات الناشئه وكمان رواد الاعمال. فده كان جزء مهم، او ده كان التوجيه الاولاني اللي كلفه الرئيس السيسي. طيب في بقى توجيه تاني كان في غاية الأهمية، اللي هو السماح بفتح شركات افتراضية. ده كان هدف منه وفقا للي أنا فهمته إن هو تسهيل الإجراءات والنفقات، كمان توفر نفقات المكاتب الافتراضية دي أو الشركات الافتراضية دي، اللي أنت بقى عندك شركة على الورق بشكل افتراضي عن طريق الإنترنت يعني. يعني اللي هو مش يعني مش هيبقى بقى عندك إيجار وتكلفة ومية ونور والكلام ده، لا لا، هيبقى حاجه كده افتراضيه، نفترض موقع الكتروني او ايا كان، لسه هنفهم تفاصيلها الفتره الجايه. فدي هتتيح لاغلب الناس اللي عندها يعني عقوبات او عقبات، اسف، او صعوبات ان تقدر تعمل الشركات وتقدر تطور من شغلها. ده كمان بالاضافه ان هيقدر يجيب كمان الاقتصاد الموازي اللي احنا ما بنشوفوش، لا الناس بقى ممكن تشتغل ليجل شويه او قانوني شويه تقدر تخلص بيه. طيب التوجيه الثالث وده برضو في غايه الاهميه، ان في حاجه اسمها شركات اللي هو ذات الفرد الواحد او الشخص الواحد يعني. الشركات دي تقريبا كنا اي حد يقدر يعملها عن طريق اللي هو يدفع 50,000 جنيه في هيئه الاستثمار ويبتدي ياخد الدوره المستنديه بتاعته. لكن اعتقد ان من ضمن الحاجات اللي احنا فاهمينها ان هو لا، هيكون في اجراءات اكتر من كده، ايه التسهيلات اللي هتيجي، ايه الكلام ده، منتظرين برضو في الفتره الجايه. التوجيه الرابع وده في غايه الاهميه، اللي هو التوصف اقامه المنطقه التكنولوجيه الاستثماريه اللي هو الخاصه بالشركات الناشئه، وهيكون في كمان اعفاءات ضريبيه. الله اكبر، اعظم القصر جدا يعني. فدي برضك نقطه، وخصوصا حته الضرايب دي في غايه الاهميه اللي انت تقدر تخفض شويه منها. النقطه الخامسه والاخيره اللي هو تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الالكترونيه اللي هو للشركات المتخصصه. طبعا دي حاجة برضو غاية الأهمية، بدل ما في حظر شوية على الاقتصاد، آسف، اللي هو الحاجات الخاصة بالإلكترونيات والمواد الخام بقى ومش عارف التصنيع والحاجات دي، اللي هيبتدي يبقى فيه تيسير عن طريق القوائم البيضاء تبقى موجودة للشركات المتخصصة، طبعا مش مفتوحة لكل الناس. فأعتقد الخمس توجيهات دولت هيغيروا الشكل أو الخريطة الاقتصادية في مصر والبيزنس في مصر بشكل كويس قوي، وخصوصا كمان إن في إجراءات كتيرة، إن دلوقتي كمان الحكومة بتدخل القطاع الخاص معاها في حاجات كتيرة مهمة جدا، ودي نقطة إيجابية. احنا هنشوف اقتصاد مصري هيحدث فيه طفرات الفترة الجاية، بس يا رب ما نشهدش أزمات بقى، ما نشهدش كورونا، مش عارف ايه الحاجات اللي احنا بنسمعها دايما والحاجات اللي بتخوفنا دي. لو النهج فضل ماشي على كده، اعتقد الدنيا هتبقى كويسة معانا، اقتصاد هيبقى في استقرار، والروتين ده هيختفي خالص اللي احنا كلنا بنعاني منه طبعا، الروتين والكلام ده. حبينا نوضح النهاردة كان اللقاء مع السيد الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الاتصالات، فقلنا بقى ايه يعني نوضح الناس عشان الناس تبقى عارفة راح اتكلم فيها. استاذنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.